ايه اخي نعيم، ما قلت لي كيف الشغل معك بهالايام؟ يا سيدي ماشي الحال، نعمة كريم. بس بصراحة يا ماجد، الناس كلها عم تنق وعم تقول ما في شغل ما في شغل، والحال دائرة والسوق بده انعاش ومن هالحكي هاد، بس بالمحصلة نحن وضعنا ممتاز قياسا على غيرنا. يا سيدي انا اللي بيعجبني فيك انك قنوع وبترضى دائما بالقليل. لك شو في الدنيا اخي ماجد، دخيلك شو فيها؟ شغلة فاضية. الله يحسن ختامنا. شبك نعيم؟ شايفك زهدان بهالدنيا كثير، شو القصة؟ ما بعرف يا ماجي، مالل مالل كثير. لك فهمت بس من شو مالل؟ والله ما بعرف، من كل شيء. ليش دخلك شو في بعيشتنا وطريقة حياتنا ما بملل؟ صار الله أيام زمان، أيام الشباب والطيش والولدنة كنا عايشين مبسوطين، لك عايشين وعلى بالنا هم. فعلا فعلا يا نعيم، تتذكر كيف كان يمضى النهار وما نشعر فيه؟ إيه معلوم، لأنه كنا مقضينا روحات وجيات ورحلات ومغامرات، ويا أرض اشتدي ما عليك يا حدا أدي. أنا اللي بيعجبني فيك روح المغامرة اللي عندك. مزبوط مزبوط عم تحكي أنت. لك يا أخي من وقت ما كنت صغير وأنا بحب المغامرات والقفز في المجهول واكتشاف الخفايا. ليش؟ لأنه قلبي قوي وأعصابي متينة. هلا بدك تعرفني على حالك؟ لك ما بتتذكر وقت المرة كنا رايحين سيران بالغوطة وطلعت لنا هديك الحية يلي طولها شي 3 متر؟ شفت؟ شفت على هداك المنظر؟ أو ضليت لاحقها لحتى فاتت بين الحجار وما حليت عنا لطالعتها من وكرة. إيه لك يا عمي، أنا اللي بطالع الحية من وكرة. ليش ما بتتذكر كمان لما راهنتوني بزمانكم إذا بقدر أمرق من قلب المقبرة الساعة 2 بالليل والدنيا برد وشتاء والهواء عاصف والتلج عم يندف؟ تنذكر وما تنعاد. لك شلون ما بتذكر يومتها كنا رحنا بشربة مي وكل هالشي قال مشان نتحداك. الحق عليكم انتو، انتو اللي عملتوا حالكم أذكياء وسبقتوني للمقبرة ولبستولي شراشف بيضة وطلعتوا بوشي وانتو عم تصرخوا وتولولوا مثل السعدين. قال شو بدكم ترعبوني؟ قال يعني على أساس أنا بخاف إذا طلع لي كم جني أو كم عفريت؟ قمت أنا فوراً وبدون تردد سحبت فردي من زناري ونزلت أقواص على أبو جناب. لك يومتها كل شي توقعناه إلا يكون معك مسدس مثل رعاة البقر وتسحبه وتنزل فينا أقواص. بتعرف لولا لطف الله كنت شركت لك شي 2 3 من الشلة. صحيح، بس الله لطف، وإذا كنتوا أنتوا العدل أنا رباطه. الله وكيلكم يا جماعة، كانوا فارشين بسط وقاعدين بهالغوطة وعم بيتسيرنوا وعين الله عليهم. ما بيلاقولك غير حية طولها شي 6 متر ولونها أخضر مارقة من جنبهم، تخنة هالتخن، تخن بوري الصوبيا. وقاموا هالشباب اللي حواليهم قاعدين، يلي غط على قلبه واللي صفرن. قال لهم نعيم شو بكون؟ لا تخافوا، تركوه علي. وفعلا ما كذب خبر، نط مثل الخلد وضل لاحقها وضل ماشي وراها هيك 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 لحتى وصلت على وكرة. وهربت؟ لا، وين بدها تهرب؟ انت اسمعي كمالت القصة. ليكو التانية، يعني معقول جوزي خليها تهرب؟ ايه الله وكيلك، كمشى من دنبه وسحبها بفرد سحبة لبرا وعلق هو وياها علقة الله مولاها. هي تخبطه بدنبه بدها تلف عليه وهو يقعد يتملص منه ويتهرب، ما بده اياها تمسكه. يا لطيف، منيحني ما اذته. لك لا يوه، شو تأذي نعيم؟ شغلته قتل الحياة وقطع روس الحناش. بالفعل نعيم قلبه قوي كتير. المهم كمشى من راسه وضل يعص عليه ويلوي لياه لحتى طقت رقبته وقالت يا ربي التوبة. وبعدين ماتت؟ شوفي شو عم تحكي، لكان معقول توقع بين ايدين نعيم وتضل عايشة؟ على فكرة أم سلافة، ماجد ونعيم رفقة من أيام الكشافة وروح قلبهم المغامرات والصيد، وياما ياما مقضيين ليالي بين جبال والصحاري. يو وين بيناموا؟ وين يعني؟ بالخيمة. اضرب عليهم على هالشنطه. طب ما بيخافوا؟ اسمعيني بقى، اللي بيخافوا يعلم الله، ماجد ونعيم بيخوفوا بلد. نيالكم على هالجواز اللي إلكم. الا انا جوزي. يو ليش يبغى جوزك؟ بيخاف يقتل فاره. شو هالحكي؟ مثل ما سمعتوا بزمانه طلعت عنا فاره بالبيت، قام صار جوزي المنظوم يصرخ من صميم عقله حتى دق على جارتنا ام صبحي واجت هي وقتلت له الفاره. يي الله يعينك على هالجوز، شو خروق. ايه خروقه بس تشتوش. والله ما يكون جوزي هيك، ما بنيمه تحت سقف البيت ليلة واحدة. فعلا يا نعيم، حياتنا صايرة مملة ولطيق وحدة بوحدة. شوف ماجد،
حياتنا مملة لأنها ستاتيكية، راكدة، ساكنة، روتينية، ما فيها شي جديد. لك يا أخي منفس على بكرة. صباح الخير يا مرتي. صباح الخير يا جوزي. منفطر منروح على الشغل، منجي الظهر تعبانين، هلكانين، فطسانين، منتغدى ومنقعد شوي منرجع نروح على الشغل. والمساء منتعشى ومنعبي بطننا ومنقعد صفنانين. شبك يا مرتي؟ شبك يا جوزي؟ مالي؟ مالي؟ تضرب هالحياة ويقصف عمر هالروتين. نعيم، شو رأيك نفكر بمشروع نكسر فيها الروتين؟ مثل شو؟ يعني نطلع لنا هيك شي رحلة صيد كام يوم مثل أيام زمان. هلا هذا اللي طلع معاك، دخيلك ودخيل هالصيد. يعني معقول نحط عقلنا بعقل العصافير والحجل والبط والترغل؟ شبك نعيم، هذا اللي موجود، منين بدنا نجيب لك وحوش؟ لك يحرق أخت الطبيعة شو ناشفة؟ ناشفة يا أخي، يعني لا فيها وحوش مفترسة يتسلى فيها الواحد، ولا فيها تمسيح ولا دياب ولا طباع ولا حمير وحشية حتى. لك بتطلع على جبل 4-5 أيام بتشتهي تلاقي شي دب تفش قلبك فيه. المشكلة يا نعيم إنه طبيعة بلدنا هيك، ما بتعيش فيها هيك أنواع من الحيوانات. بدك صراحة، والله نحن حرام كنا نخلق هون، لأن مواهبنا ضايعة بهالبلد يا أخي. المفروض كنا نخلق بأدغال أفريقيا أو بمجاهل ميسيسيبي. لا تضحك ماجد، أنا ما عم بتمسخر. ناس عندهم روح المغامرة مثلنا لازم يتهيأ لهم المكان والظرف. ما في لا مكان ولا ظرف. طيب شو رأيك نطلع على جبال الزبداني؟ جبال الزبداني؟ لك أنت وين وأنا وين؟ ولك آخ آخ على هالبلد، لا في جبال شاهقة حتى يتسلق الواحد، ولا مستنقعات هيك مهجورة حتى يخوضها، ولا براري مخفرة ليقطعها، ولا أنهار غزيرة ومليئة بالتماسيح حتى يسبح فيها. ولك يا لطيف قديش بتحسر على حالي لما بشوف أفلام المغامرات يلي بتطلع بالتلفزيون، لأن روح قلبي هي فوتات وما عم بقدر فوتك ما جيت. لك آخ، شو بدنا نعمل يا نعيم؟ هذا واقعنا وبدنا نتأقلم معه. بس بتعرف نعيم، أنا عندي فكرة بتجنن وبتمنى توافقني عليها. هات لشوف، شو هالفكرة؟ شو رأيك ناخد نسواننا شي 4-5 أيام رحلة على البحر؟ على البحر؟ وشو بدنا نعمل بالبحر؟ شو بدنا نعمل يعني؟ بدنا نسبح. ها؟ نسبح؟ هلا سباحة البحر بتعتبرها سباحة أنت التاني؟ ليش شو بتعتبرها سيادتك؟ لك حبيبي أنا إذا ما شكيت رواسي من ارتفاع 10-15-20 متر ما بعتبر حالي سبحت، بعتبر حالي يا حبيبي عم خوت بالنهر مثل الضفادع. لك يا حبيبي هلا أنت فهمت علي إنه رح نسبح على الشط مع الأولاد؟ لا، منغمق أنا وياك شي 10 كيلومتر لجوا وهريك روح قلبك الأمواج العاتية. هيك ها؟ معقولة؟ وإن شاء الله يا ربي يطلع البحر عالي ارتفاع الموج وهايج حتى يخدمنا. وغير سباحة شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل يعني؟ منصطاد سمك. يا حبيبي على هيك صيد، يعني معقولة أنا أحط عقلي بعقل السمك؟ هلأ هذا صيد ها؟ خلاص يا نعيم، كلها تسلاية بتسلاية. خلاص لا تعسرها، بعدين خلينا ناخد هالنسوان يغيروا جو، لسه حابسينهم بالبيت. ما بعرف يا ماجد، ما كتير قلبي مشروح لهالروحة. لا إله إلا الله، سايرني بس هالمرة وخلصنا، بعدين أحسن من قعدة القهوة. طيب وبشو بدنا نروح؟ بسيارتي الجبلية، هاي سيارتي حفر وتنزيل لهيك روحة. ما في مانع، بس وينك؟ على شرطها أنا يلي بسوق على الطريق. وليش بقى؟ يعني ما عندك ثقة بسواقتي؟ لك أخي واثق، بس أنت سواقتك نايطة وما بتمشي فوق 120، وأنا بطق لك بطق من هيك سواقة، يعني إذا ما سكرت العداد على الآخر ما بحس حالي سايق سيارة. ماشي الحال مثل ما بدك. إمتى اعتمدنا؟ إمتى ما بدك؟ إذا قلنا اليوم الثلاثة، شو رأيك نمشي صباح الخميس؟ ما في مانع، بس يا ترى منلحق نجهز حالنا بيوم واحد؟ منلحق، ليش حتى ما نلحق؟ ماشي ماجد، اتكلنا على الله، بس لا تنسى تاخذ الخيمه معك، ها بركي خطر على بالنا نطلع نعسكر كم يوم بغابات الفرندو. يعني معقول نعسكر ومعنا نسواننا؟ شو هاد نعسكر بالغابه؟ صحيح لك اخ اخ من النسوان، شو بيكسروا المقاديف اخ. امشي امشي يا امشي، تعال. لا نعيم، ما بقبل هيك تقطش وتلحش من عندك من غير ما تشاورني. لا هلا مشوار صغير مثل هاد كمان بده مشاورة؟ هلا هذا مشوار صغير؟ اصلا انت هيك كل عمرك،
كل قراراتك ارتجالية ومو مدروسة، وشو بيطلع بعقلك هلأ بدك تنفذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هلأ كل ما بعمل شغلة بتطلعي لي سنجق عارض؟ أصلاً مو الحق عليكي، الحق على ماجد اللي اقترح هالاقتراح. اللي من الأول، من إمتى كنا والشمس ترقعنا؟ هي الفنة فنت ماجد. طيب يا ماجد، كنت أحكي قبل شي 4-5 أيام، مو هيك خبط لزق؟ شو بدي أعمل يا حبيبتي؟ اليوم لطلعت معنا الفكرة. هلا هاي الفكرة من راسك ولا من راس نعيم؟ أكيد هاي فنة نعيم، لأنه طول عمره معجوق ومخفوق، وعلى شو الله أعلم؟ لا ستي، هالمرة فكرتي مو فكرة نعيم. طيب طالما فكرتك، ما قلت لحالك شلون مرتي بدها تجهز حالها وتضب أغراضها بيوم واحد؟ بكرة إذا نسيت لي شي غرض بتعمل لي توشة. يا حبيبتي، أنت ضبي اللي بدك إياه وأنا بساعدك. بعدين معنا يوم كامل، يعني مستحيل ننسى شي. ماشي الحال. لكن امسك ورقة وقلم وكتب شو بدنا نجيب أغراض، يلا. سجلي كمان لقلك إحبال وبيل وبطاريات. شو كل هدول؟ ما بتعرفي يا عصمات؟ إلا ما يلزموا. بعدين هيك أنا متعود من أيام الكشافة، متعود أحسب حساب لكل شيء. ماشي الحال. شو كمان؟ سجلي بوصلة وجهاز قياس الارتفاع على سطح البحر وناظور. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو هذا نعيم؟ نحن رايحين سيران ولا مهمة استكشافية؟ ولا تنسي كيس البحارة ها؟ هذا ما بقدر أتحرك خطوة وحدة بدونه، حتى إذا الناموس بده يقروصني بندحش فيه وبتكمكر. وهي كيس البحارة، بس أنت ملاحظ إنه لهلأ نحن ما أخذنا شيء للتسلية؟ ما فهمت عليكي، مثل شو؟ يعني شطرنج، طاولة، ورق شدة، مسجلة، موالح. أنا هالشغلات كلياتها ما بتقطع بعقلي. بس أنا بتقطع، بشو بدنا نقعد لكن نتسلى هنيك؟ خلص خلص مو مشكلة، خدي اللي بدك إياه. أما بالنسبة إلي فأنا رح آخذ شوية ألغاز وقصص مغامرات حتى أتسلى فيهم أنا وماجد. مو ناقص غير تاخذ فيلم لأجاسا كريستي أو لهتشكوك. إيه والله ذكرتيني، سجلي عندك فيديو وشرايط هتشكوك. يلا ماجد، ما بدنا نوصل بالليالي. يلا. شو رأيكم ننزل نفطر بشي محل يا جماعة؟ ايه والله انا كتير جعت. وين بتحب نوقف اخي نعيم؟ لا يا حبيبي لا، انا ما بحب وقف ابدا، يعني ما حالكم تعرفوا طبعي، انا وقت بكون على طريق سفر بحط رجلي على البنزين وما بقيم رجلي على البنزين لحتى نوصل. بس هذا سيران يا نعيم مو سباق. سيران ولا ميران، ضروري نقضي نص نهار على الطريق، بس توصلوا لطرطوس بتتسهرن ولا تشبعوا. ايه بس انا جوعانة، مادتي بلشت تفرق علي فرق. ولا يهمك حبيبتي، ليكو معنا سندويش ومعنا فطاير ومعنا ترمز شاي وكل شي بيحبه قلبك. وهالدنيا يا هو، 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 وهالدنيا يا هو. تزعل على شو على شو ما عملنا لك شي، وهالدنيا كلها ما بتساوي أشي. هبا اسمعي مني وسلمي الدق، لأني رح أغلبك مرس. ها لا ستي، ما رح سلمك، وإذا مفكري حالك رح تغلبيني مرس فلا تسني سناني. زنبك على جنبك، لعبي. وهالدنيا يهو نعيم. حلوة اللغز اللي معها؟ ايه ما بو شي. لمين؟ للمغامرين الخمسة، تختخ وجماعته. بشرفك لتختخ؟ الله يخليك يا نعيم، بس تخلص عطيني لأقرأ. ايه تكرم عيونك. شكرا نعيم. هلا هيك رح يقضولنا ياها رموز وألغاز؟ خليها لالله أحسن شي، زدتي يا الزهر من إيدك. جاردو لسات الخانة مفتوحة. قوم لك ماجد. لوين بدي قوم؟ قوم نتمشى ناحية البحر. ها جيب معي عدة الصيد. جيب اللي بدك اياه، ما منطور يا جماعة. لوين رايحين؟ رايحين نصطاد سمك. انتو بلشوا بالمقالي والسلطات على بين ما نرجع، تروحوا معنا؟ بعمرك شفت ست عم تصطاد سمك. روح روح. قومي معي، قومي لقلي.
خلينا نكمل اللعبة. أمي بلش نحضر بلاها هلأ غالبتك خلاص. هلأ هيك بدنا نضل طول النهار على هالقعدة؟ إيه شو بدنا نعمل يا نعيم؟ عم نتسلى بهالصيد. دخيلك أنت وهالتسلاية. إيه من الصبح لهلأ ما صدنا شي. ليكون ما في سمك بهالبحر هاد. معقولة بحر بلا سمك؟ أنا قصدي بجوز هالقرنة بالذات ما يكون فيها سمك. هاي الشغلة بعلم الغيب، علم عند الله يعني. طيب ليكون هالسمك ما حب الطعم، شو بدك يعني حط له شيش طاووق لحتى يحبوه؟ ليش شو دين اللحمة اللي حطيت له إياها؟ ما حطيت له لحمة، حطيت له طون من هذا الأحمر الرديء يلي السمك بيحبه. قال بيحبه قال، إلى حد هلأ ما علقت ولا سمكة. لك ما جيت ليكون عم ياكلوا الطعم ويهربوا. ولك عم يضحكوا على عالنا. ها لك علقت السنارة. دخيلك أنت وسنارتك، شو رح تصطاد يعني؟ سمكة قرش؟ يا سيدي بقى أنت سمكة مهبرة لأنه وزنها تقيل. مهبرة؟ يا عظيم كتير. هلأ منقليها بالمقلاية. اسحاب لك اسحاب اسحاب. نعيم ليك شو طلع لنا قنينة؟ منيح اللي ما طلع لك ابريق شاي مصدي او بوط عسكري من تبعات البحرية. اوعى اوعى ترميها، ها لا ترميها، لا ترميها قبل ما اشوفها. هات لشوف. عما تعرف شو هاي؟ قنينة فاضية، شو بدها تكون يعني؟ بس ليش حاطينها بشبك يا ترى؟ أنا بقول لك ليش. أنت شايف فيلم جزيرة القرصان ولا مالك شايفه؟ ما بتذكر. طيب شايف فيلم القرصان الناري؟ لا ماني شايفه. يا سيدي بهذا الفيلم كانوا يبعثوا رسائل مهمة بأناني مثل هي، مثل بالضبط. إيه بس الفيلم عبارة عن قصة وكله خيال بخيال. ما في شيء اسمه خيال يا ماجد، كل الأحداث اللي بيحطوها إلها أساس بالواقع. بعدين هالأسلوب بالتخاطب، التخاطب الأناني يعني، كان دارج كتير خاصة عند الناس يلي بدهم يبوحوا بأسرارهم للمجهول. وكل هالشي تحت وطأة المعاناة النفسية والقهر النفسي شديدين، يا من المجتمع يا من الحكام يا من الظلام الله يبعدنا عنهم. يعني مثلا فتاة صبية بدها تخاطب حبيبها، بدها تبوح بأسرار الشخصية لكائن من كان حتى ما تنفجر من القهر، فكانت تبوح للبحر. وهالأناني هاي صمام أمان، وغالبا هالرسائل غير موقعة بأسماء أشخاص. يعني هلأ بدك تفهمني إنه بهالأنينة في رسالة؟ نعم إذا ما خاب ظني. افتحها لك وورجينا شو فيها. هات لشوف، شوقتني. تكرم عيونك رح أفتحها. قاسي كتير. شد لحظة لحظة لحظة. شو 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 هاد نعي؟ لك رسالة يا ماجد. شو هالحكي؟ رسالة مثل ما توقعت. لك فرجيني لشوف شو مكتوب فيها. لحظة لحظة. إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذن تدري؟ جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ إذا كنت في كل الأمور على عمل، فكن دائما أرضا يطاك الذي يدري. ومن أزعج الأشياء أنك لا تدري وأنك تدري بأنك لا تدري. شو هذا؟ فهمت شي؟ لازم افهم، مو حلوة مشان ادري. بس شو هذا المرسوم بهالرسالة؟ ما بعرف فعلا يا ماجد، امر هالرسالة غريب جدا. اي والله ما فهمنا شي، عد لنا هيك البيت الاخراني. ومن ازعج الاشياء انك لا تدري،
وأنك تدري بأنك لا تدري، وبالسفل في أرقام 1 47 24 134 33 12 1 20 44 144. طب شو بيصدب هالأرقام؟ يا ترى مين كاتب هالرسالة؟ يعني مين بده يكون كاتبها؟ شي واحد خرفان. لا لا أبداً يا ماجد، مو خرفان أبداً. إلي شو طلع معك أنت نعي؟ يا سيدي أغلب الظن إن خريطة كنز. شو؟ كنز؟ بكنز؟ وطي صوتي، مو لازم حدا يسمعنا. ودخيلك كيف عرفت إنه خريطة كنز؟ بالخبرة، ما بدي أزكى المسألة. هلأ لا تقلي إنه قرايت الألغاز وأفلام هيتشكوك وأجاسا كريستي عطتك هالخبرة. لا تتمسخري يا عصمات، مبين شغلي جد ها، وأنا شايف أحداث مشابهة تماماً للي عم يصير معنا بفيلم قرصان الجزيرة. حتى الخريطة هاي مرسومة بطريقة مشابهة كتير للفيلم. نعناد كل الشغلة لعبة بلعبة، في واحد حب يمزح هالمزحة قام رسم خريطة ولحشها بالبحر. ما بعتقد أبداً، لأنه هالرسالة قديمة كتير، من 100 سنة يمكن. طيب شلون طلعت معكم بالسنارة؟ شلون مالها غرقانة؟ تحرك التيارات رافع على فوق هيك يظهر. يعني ممكن نلاقي الكنز؟ طيب ليش لافينا بشبك؟ لحتى تعلق بالسنارة. أبصر شو الظروف، ما بتعرفوا. هلأ رد علي نعيم، ليش ما عم ترد علي بقى؟ مري هبة خانم. يعني ممكن نلاقي الكنز ولا مو ممكن؟ ممكن، ليش مو ممكن؟ طيب شو بده عرفنا بمكانه؟ بالتجربة. اها، وشلون بدنا نجرب بقى؟ أول شي لازم فك رموز الخريطة حتى أقدر حدد موقع الكنز، وإذا لقيناه بيكون حظنا من السماء. وإذا ما لقيناه؟ ستي منكون عملنا مغامرة لطيفة تسلينا فيها وكسرنا هالروتين شوي. يا ترى يا نعيم أنت بتقدر تفك شفرة الأرقام والشعر والحجرتين والحية؟ يا سيدي بدي حاول، بس أنتوا تركوني أسهر الليلة على هالخريطة ولا تزنوا فوق راسي لحتى حدد الموقع بالضبط، وبكرة برد لكم جواب. يعني اجتك شغلة الهيك عنا؟ ماشي الحال، يلا قوموا نتغدى، الأكل جاهز. يلا يلا يا جماعة يلا. ماشي الحال يلا. ومن أزعج الأشياء أن تتغدى. علاقة بين الشعر والأرقام. يعني رح لقى الكنز؟ لك طولي بالك أنت تانية لحظة بس. ماجد عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ لا والله ما عم بمزح يا ستي، مرقمين الحروف والأرقام. مثلا إذا كنت لا تدري، الألف يعني 1، 7 يعني إذا كنت لا تدري 1 2 3 4 5 6 7 يعني اللام، صار معنا ال، وال28 يعني الكاف، ورقم 4 يعني ال134 يعني حرف الزين. يعني صار معنا الكلمة الكنز، يعني رح نلاقي لها الكنز. طولي بالك هبة شوي، خلينا نفهم. يعني صارت الجملة الكنز، الكنز في الجزيرة. الكنز؟ لك الكنز؟ لك الكنز؟ الكنز 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 الكنز. طيب والحجرين والحية شو يعني؟ الحجرين والحية يعني محل مو مدفون الكنز. إيه بس ما في جزيرة قريبة من هون غير جزيرة أرواد. صحيح، جزيرة أرواد، وشو المانع يعني؟ لكن قوموا هلأ نروح على أرواد. لك شو صار لك هبة؟ صارت الساعة 1:30 بعد نص الليل، خلاص بكرة الصباح رباح. يا فرحتي يا عصمت، يا فرحتي،
قسما بالله لو ما لقينا الكنز انا فرحان لاني اكتشفت الشفره. لك إيه لكان؟ أنا عرفانة مين متجوزة. يا ستي أنت أخذي أذكى رجل بالعالم. إيه لكان. وماجد. ماجد رفيقه لأذكى رجل بالعالم. معلوم يسلم لي هالتم. لكان وينكم هون؟ هلأ خبروا ماجد وناموا وتركوني شوي حتى أدقق بالخريطة. ماشي. طيب. تصبحوا على خير. تصبح على خير. لأنت ضليت سهران مبارح للأربعة الصبح. نعيم طمنا شو الأخبار؟ اطمنوا كل شي تمام. يعني فهمت شي من هالخريطة؟ فهمت كل شي. شو الحكي؟ يعني قدرت تحدد موقع الكنز؟ إذا كان بالفعل في كنز بالموقع المرسوم بالخريطة فاعتبروا الكنز صار معنا، ما في جدال. روح يا نعيم، الله يسمع منك يا رب. وين المحل؟ بعيد من هون؟ لا، جزيرة أرواد وغالباً تحت حيط القلعة الغربي، ورسمت خريطة واضحة تماماً للموقع. ورجينا شو؟ تفضل، هي جهود ليلة مبارحة. طيب بدي أفهم أنا، شو عرفك إنه تحت الحيط الغربي للقلعة؟ يا سيدي مرسوم حيط والشمس عم تغرب عليه، وتحت الحيط الغربي للقلعة في جرن حجر صغير، وبين الصخرتين يلي ورا الجرن في وكر حية، وأغلب الظن إنه الكنز موجود بوكر الحية. ولي على قامتي؟ وشلون بتكون طالعوا الكنز من تحت الحية؟ ها يا ستي الله يطعمها تكون موجودة، ولك أنا بعرف كيف أسحبها وأسحب الكنز من تحتها كمان. طيب نعيم، شلون لحتى قابرين الكنز تحت الحية؟ لكان مشان ما حدا توقع إيده عليه، وهي عادة قديمة كتير. كل اللصوص والحرامية بأيام زمان كانوا يخبوا الذهب والمجوهرات بهالطريقة هي. الله يجيرنا يا رب. ايه نعيم، شو بدنا نعمل هلا؟ رسمت خطة محكمة كتير، إذا طبقناها منيح اليوم قبل المغرب بيكون الكنز هون بالشاليه. من تمك لأبواب السما يا رب. هلا بعد الفطور مننزل أنا وياك على الشط ومنحمل معنا كل العدة اللازمة، ومنستأجر قارب يوصلنا على جزيرة أرواد، ومنخليه ينتظرنا، وبساعة زمان منسحب الكنز ومنرجع. ايه ونحنا ما بدنا نروح معكم؟ لا، أنتوا لا، انتظرونا هون لحتى نرجع، هالشغلة ما بتناسبكم. بس لا، هيك كتير بنشغل بالنا عليكم. الله سمحلو لي يا ستي، رح نستأجر جهازين خليوي، واحد بيضل معنا وواحد بيضل معكم لحتى نكون على اتصال مباشر نحن وياكم. عن جد نعيم فكرة بتجنن. نعيم، بس شلون بدنا نحفر بالنهار؟ أحسن من الليل، على القليل إذا حدا شافنا عم نحفر بالنهار ما رح يشك فينا، وممكن نتحجج بأي حجة. لك يا عيني عليك يا نعيم، عامل حساب لكل شيء. لك لحتى تعرف انه قراية القصص البوليسية والألغاز والفرجي على أفلام المغامرات والرعب ما راح بوش. ولك أنا من صغري بتفرج على شازام وفلاش جوردن وطرزان وسوبرمان كمان. وأنا هيك تماما. يلا يا جماعة خلينا نفطر حتى نتحرك على بكير، ما بدنا نضوع وقت، دبني الحماس. يلا يلا تفضلوا. هاتي زيتون. شو صار معك؟ لقيت لك قارب بياخد العقل، بس صاحبه أطرش وأبكام. أطرش وأبكام؟ عظيم جدا، شو المانع؟ هذا عز الطلب، قديش اتفقت معه؟ قلت بسألك بالأول. لك ما بدها سؤال، شغلة باينة، الله بعت لنا إياه من السما. امشي لقلك، امشي حميل. يلا دقيقة ها. اي اي قل له بدنا روحة ورجعة. روحة ورجعة ساعتين. ايه أنا ونعيم سوا على أرواد. با. روحة ورجعة. با. ساعتين. قديش؟ با 200. عم بيقول قال بده 2000 ورقة. لا شو 2000 ليرة كتير هيك؟ عم بيقول لك 2000 كتير كبير. با قال عم بيقول طز ما بده يروح. العمى. لا لا ماشي الحال ماشي الحال ماشي. حمين. اوكي. ايه. ما معي. يلا بعطيك هلا هلا هونيك بعطيك. ايه يلا زين.
شو صار خبرني؟ عن جد؟ كتير منيح كتير، هيك أحسن بألف مرة. مزبوط. طيب خبرنا أول بول. ها ماشي، الله معك، دير بالك، باي. شو قال لك؟ قال لقوا فلوكة وصاحب أخرس. شفتي نعيم شو ذكي؟ لحتى ما يشك فيهم. يا بالاتجاه هذا يا بالاتجاه هذا، ما في حل تالي. ما معك خريطة؟ معي معي يا حبيبي معي، عم بحكي عن علم. من هون؟ ها؟ شرد. بس وينك؟ قل له انتظر لحتى نرجع. يا أخونا، هي انتظرنا لحتى نرجع. با با با. قال إيه؟ ماشي الحال، يعطيك العافية. با. شو ما عم تعرف تشتغل على الخريطة يا نعيم؟ ولا يهمك، بس دير بالك ها، بجوز تكون هاي محنشة. ها شو يعني محنشة؟ يعني منطقة حناش. شو هالحكي؟ بس لازم يحطوا شخصة يا أخي. ها ليك وينه؟ وينه؟ قسما بالله هات يمكن جرن المكسور. قسما بالله صحيح، شو موجود على الخريطة عندي؟ وهي الحجرتين الكبار. شفت؟ شفت شلون حساباتي بدها تزبط؟ لك بشرفي انك عبقري وانا ببصم لك بالعشرة. طلعت ازكى من ارسين لوبين بألف مرة. ايه لك لحتى تعرف. طيب هلا ارسين شو بدنا نعيم شو بدنا نعمل هلا؟ يا سيدي فرد لي عدتك لقلك فدا لشوف فرد. يلا شو وين راحت هاي؟ دقيقة يا جون. اخي
اخي شو عم تعمل يا نعيم؟ إيه كان هلا اذا الحية او الحنش موجودين يا اما بيطلعوا يا اما بيهربوا. ان شاء الله بيهربوا. لك كت شوية بنزين كت بركي بتقوى النار شوي. كت ايوه برافو عليك. ما في شيء. اسمع خلينا نبلش حفر. يلا يلا. شو قصتهم؟ صار لهم ساعتين ما اتصلوا. طب احكي معهم، انت ليش ما عم تحكي معهم؟ هيك ايه؟ ما فيها شيء، احكي معهم. الو نعيم، لك وينكم؟ شغل بالنا عليكم. شو الحكي؟ ايه عن جد؟ طيب خبرنا بكل شيء اول باول. الله يعطيك العافية يا رب. الله معك. شو قال لي؟ قال بلشوا بالحفر. معناها وصلوا لمكان الكنز. لك وصلوا ولقوا المكان مثل ما مرسوم بالخريطة بالضبط. الله يكملها معهم ويجيبوا لنا هالكنز. يا رب. لحظة لحظة وقف وقف. نجيب الحنش. لا شو الحنش؟ الجرة. والله الجرة. لكن طالع جرى انتي على بين ما امنع الناس من الاقتراب. يلا نعيم. وقف يا حبيبي وقف. الله يرضى عليك ما بدي خوفكم، بس لقينا حناش هلا هون. خلص هالعنتار. اي نعم مطخين كثير. هات لك هات هات شوف. افتح افتح. لا 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 لك دهب لك دهب يا ماجد. وطي صوت دهب مبروك علينا يا نعيم. وينك؟ روح لقي لك شي شغله حتى نضب هالذهبات فيها. اوام الله يرضى عليك. يلا اوام. وهي تنكي. يسلم وديات يا رب. وينك ساعدني لنحط هالذهبات كلياتهم جوات التنكي. جبل هي جبل جبل جبل. الله يرضى عليك. جيب شوية حجار ووسخ وخام واجر بقدونس وبطيخ بندوره شو مكان حتى ما نلفت نظر. بس هيك بتصير ثقيلة. معلش بنتساعد على حملها من هون لنوصل على القارب. شو رأيك نترك باقي الاغراض هون؟ لا لا ما بدنا نترك شيء هون، مفروض ما نترك أي أثر، بعدين لازم نرجع على القارب مثل ما رحنا. ما فهمت عليك. يعني لازم نرجع معنا كل الأغراض اللي كنا حاملينها لحتى ما يشك فينا الزلمة. ولك يا عيني عليك يا نعيم لوبين، أنت ما بتفوتك أي شغلة. بس وينك؟ لما بدنا نطلع على القارب ما بدنا حدا ينتبه ها؟ ولا يهمك، أنا بطلع على القارب بدون ما ينتبه صاحب القارب. أصبح روح دبر شوية وسخ الله يرضى عليك مشان تموين. منين بدي دبر وسخ يا نعيم؟ قلت وسخ شوف من الشارع من هون من هون. جيب شوية من عند رئيس البلدية. خلصني. حاضر. عظيم جدا، حظنا قوي كتير يلي لقينا نعيم. إلا كان بسرعة خلينا نحط هالغراض قبل ما يفيق. يلا يلا. هبا 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 Thank you.
تحكي بعد سؤالنا. مين قال لك ما رح احكي؟ ليش هاري الموبايل لكان؟ 10 موبايلات رح نشتري بكره. الو؟ مرحبا عصمت، هات البشارة. هات البشارة يا عصومة. ليش لقيتوا الكنز؟ نعم يا ستي لقيناه. عن جد نعيم؟ عن جد عم تحكي؟ لك هبة؟ لو الكنز؟ استغفري قلبي يا عصمت، على هالخبر يا مهلاكي. سأليهم قديش قديش؟ صحيح، قديش قديش الكنز؟ لك شو بيعرفني؟ بس مو أقل من 10 كيلو ذهب. ألف مبروك حبيبي، وهلا وينكن أنتو؟ على طريق الرجعة، يعني بعد نص ساعة، ثلاث ربع ساعة منكون عندكن، نحن وتنكة الذهب. ونحن بانتظاركن على أحر من الجمر. شو قديش لقوا؟ قال لقوا بالتنكة 10 كيلو ذهب. نعمة كريم، كتير كتير منيح، هلا صار فينا نشتري البيت يا رب. لا، نحن ما بدنا نشتري شي، رح ألعب بعقل نعيم ياخدني سياحة حول العالم. كمان معقول. وين التنكة؟ وين حطيتها أنت؟ هون هون. وين؟ تمام هاي تمام. سألوا وين التنكة؟ هبة هلا ده هبكة هبكة التنكة وينها؟ اللي عم بقلبه زتة. لك شو زتة؟ الله لا يعطيك عافية فهو تعبك. ولك طار الكنز، طاروا الذهبات. ولك يخرب بيتك وبيت بيتك. شو غبي؟ لك حمار أنت حمار. نعيم ما جيت؟ لا ما جيت. شو بطل انت؟ الحمد لله على السلامة. لك شو بكو؟ ليش هيك ساكتين؟ شو وينها تنكة الذهب؟ هبا با يا بابا بابا تنكة هربت قلبه. هبا با 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 با. شو ها با 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 با؟ شو ها؟ فهمتي شي عصمت؟ هبا با هبا با هبا با 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 با